وعي القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها. وتهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي حسب ما تضمنته مسودة والمشروع. وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى 9 أبواب في المادة الثانية على أن السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية شفافة ونزيهة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول مسودة غير صحيحة في الأيام القليلة الماضية عبر بعض المواقع الإعلامية. في التعاون العسكري، غادرت صبيحة اليوم مفرزة السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية ميناء الجزائر والمتكونة من الفرقاطة رقم 461 وقاطرة عالي البحار رقم سينبا 131. ويهدف هذا التوقف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري الجزائري الروسي، خاصة في شقه المتعلق بالتعاون العسكري بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية. فندت سفارة الجزائر بالمغرب المعلومات المغلوطة التي تداولتها الصحافة المحلية حول إجلاء طلب الجزائريين الذين تم ترحيلهم من مونغيال بكندا نحو مطار الدار البيضاء بالمغرب. وأوضحت السفارة في بيان لها أمسي أن الدولة الجزائرية سخرت طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في 18 من الشهر الجاري لإجلاء طلبة الجزائريين العالقين على مستوى المنطقة الدولية بمنطقة أو بمطار الدار البيضاء بالمغرب مجانا. وأضاف البيان أنه وبناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية تجندت كافة مصالح الدولة بما في ذلك سفارة الجزائر بالرباط والقنصل العام للجزائر بالدار البيضاء فورا، واطلعوا بدورهم كما ينبغي عبر تقديم المساعدة لصالح هؤلاء الطلبة طوال فترة العبور بمطار الدار البيضاء. وأضاف المصدر أنه كان يستحسن لمحرري هذه المقالات من باب احترام القواعد الأخلاقية والمهنية الصحفية التواصل مع الممثلية الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة بالمملكة المغربية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. بخصوص الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 249 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104341 حالة، في حين تمثل للشفاء 70933 من بينهم 186 أمس. كما سجلت أمس 3 وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 2843 حالة وفاة رحمهم الله. في الشأن التربوي، استفادت أزيد من 60 مدرسة بدائرة عشعاشة إحدى مناطق الظل التابعة لولاية مستغانم من الوجبات الساخنة بالمدارس، إضافة إلى الربط بشبكة الغاز لضمان التدفئة داخل الأقسام خلال فصل الشتاء. من العبديشة. أخيراً وبعد طول انتظار، الوجبات الساخنة باتت متاحة لتلاميذ أكثر من 60 مدرسة في دائرة عشعاشة المصنفة ضمن مناطق الظل في ولاية مستغانم. على مستوى كامل المدارس هنايا عندنا مدرستين فقط اللي راح تقدم وجبات باردة، وهذا لانعدام المطاعم. سهرنا على توفير المادة يعني الوجبات الساخنة على مستوى كامل المطاعم. عملية التكفل بتلاميذ مناطق الظل لن تتوقف عند هذا الحد، فالتحضيرات سارية على قدم وساق لتزويد كل المدارس بقارورات غاز البروبان لضمان أقسام دافئة خلال هذا الفصل البارد.
استفدت مؤخرا المدرسة من ربط بغزل البروبان. العملية راها جارية من أجل توصيل الغاز هذه المادة على مستوى كامل الأقسام للتدفئة، يعني عوض التدفئة بالكهرباء، وهذا الاقتصاد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تسيير المطعم بهذه المادة. بما أن هذه دوار مرابطين يتوسط سبع دوائر، نقترح إنجاز متوسطة هنا في دوار بنينياط للقضاء على الاكتظاظ واحدة، والقضاء على مشكل النقل ثانية. اهتمام السلطات بحل مشاكل مناطق الظل على مستوى المدارس من شأنه أن يضع حدا نهائيا لمعاناة آلاف التلاميذ. خلال نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح وبهدف تحسين الخدمة العمومية، أكد مدير وكالة الحوضية الهيدروغرافي بوزارة الموارد المائية عقاد المهدي تجنيد كل الوسائل اللازمة لإنجاح التحقيق الاجتماعي الذي باشرته الوزارة لصبر آراء المواطنين حول مستوى الخدمة. تحقيق أقرته وزارة الموارد المائية من أجل معرفة رأي المواطن من المصدر حول نوعية ومستوى الخدمة العمومية للمياه على مستوى العائلات والبيوت، وكذلك ولهذا الغرض تم يعني اختيار الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية للقيام بهذه المهمة، بحيث تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة والإشراف على هذا التحقيق، وإعداد قوائم من الجامعيين من شباب الجامعيين حوالي أكثر من 5000 جامعي للقيام بهذه المهمة والانتقال إلى العينات المختارة لاختيار يعني من خلال الاستبيان ويعني طرح الأسئلة التي تم حصرها في استبيان فيه مختلف المراحل لطرحها على المواطنين ومعرفة رأيهم حول يعني نوعية هذه الخدمة، حول نوعية يعني المياه التي تصل إلى الحنفيات، حول كيفية الاقتصاد فيها، حول كيفية حتى جمع هذه المياه المستعملة وطرحها في المصبات والشبكات التفريغ. إلى قطاع الصيد البحري، حيث استطاع الشاب إلياس من مدينة دلس بولاية بومرداس أن ينشئ مؤسسة صغيرة مختصة في صناعة أنواع مختلفة من حبال الصيد البحري الوحيدة على المستوى الوطني بعد أن كانت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة. أيده فريق شاب يضم 6 عمال يعملون ليل نهار لإنتاج حبال صيد بمعايير عالمية، مادتها الأساسية تصنع هنا في هذه الورشة. الحبال الرصاصية هذه رانا متفردين بها على المستوى الوطني وممكن حتى على مستوى القارة الإفريقية. هي كانوا في الأول يستوردوها بأسعار جد باهظة، نقدروا نقولوا راهي أمواتي بري. نعرفوا السيد يشريوا كاع عليه البحريه، ويعني نورمالمون يديروا له بلاصه عاليه شويه. يعني كانوا يجيبوهم من الاسبانيون ومن الطليان وما كاش 70 مليون الوحده، هنا يخدم لك واخا نصهم ما يخدمهم لك. منتوج محلي ينافس المنتوج الاجنبي في الجوده والسعر، ويطمح اصحابه لتوجه نحو التصدير. كليون اللي راهم جاوه من لا نورفاج، وجاوه ديك اليوم من فرنسا من مارساي. هي مؤسسة ناشئة استطاعت في وقت قصير أن تحقق قفزة نوعية في مجال إنتاج حبال الصيد البحري. بادرت المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية لولاية الجلفة بعملية إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي، وذلك بغرس أكثر من 10,000 شجيرة عبر المناطق السهبية وشبه الصحراوية. روبورتاج في الموضوع لسعيد معيوف بتقرير ربيع بوسيتية. تنفيذ مشروع مبادرة جمعوية لإعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي بولاية الجلفة في إطار الاهتمام بهذا النوع من الأشجار في المنطقة السهبية. كذلك عندنا مشروع خاص بإكثار وتلقيم البيستاشيا فيرا الفستق الحلبي.
مبادرة المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءة العلمية والمهنية من أجل الجزائر تخوض تجربة خاصة بها إذ تقوم بترقية شجرة الفستق الأطلسية وغراستها على مستوى مشتلتها. رفعنا التحدي بعد الحرائق التي مست غابات الوطن وذلك من خلال المساهمة في غرس 2000 شجرة. تم في ذات التجربة جلب البذور من موطنها الكائن بضايات من طرف تقنية المؤسسة وقد تم إنجاح 2000 شتلة وتم البدء في عملية الغرس النموذجية. هذا المشروع يشكل مبادرة بيئية ويندرج في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالجزائر وينجز بالتعاون مع المحافظة السامية لتطوير السهوب. في الرياضة يستهل المنتخب الوطني لكرة اليد الدور الرئيسي من مونديال مصر ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر بمواجهة صعبة يتحدى فيها المنتخب الفرنسي صاحب 6 ألقاب عالمية فحظ موفق لنخبتنا الوطنية. احتضنت المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد قدر محمد بباتنا فعالية البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لمسير المغاوير والتي عرفت تألق عناصر المدرسة العليا للقوات الخاصة. المزيد مع ياسين بوخنفة. البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لمسير المغاوير عرفت مشاركة مختلف المدارس العسكرية العليا والتطبيقية وسيطر على مجرياتها عناصر المدرسة العليا للقوات الخاصة حيث دخل في المركز الأول والثاني ناعي جمال وبالعربي العيد وكلاهما من نفس المدرسة وحل ثالثا عبد القادر حمودي من المدرسة العليا للمشهد. كانت المنافسة قوية جدا بين العدائين وتحصلنا على المرتبة الأولى بفضل المجهودات المبذولة طوال السنة والنظام المسطر من طرف القيادة. حفل الاختتام أشرف عليه العميد قسيس بالقاسم قائد المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قدري. أيها الرياضيون الآن وقد انتهت وقائع هذه البطولة التي تشرفت المدرسة العليا لسلاح المدرعات بتنظيمها فباسمكم جميعا أقدم جزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وتحضير هذه التظاهرة الرياضية العسكرية كما أحييكم على المجهودات التي بذلتموها. في الأخير وزعت الميداليات على الفائزين بهذه البطولة حيث فاز فريق المدرسة العليا للقوات الخاصة بكأس البطولة حسب الفرق متفوقا على فريق المدرسة العليا للمشاة الذي تحصل على المركز الثاني وعاد المركز الثالث لمدرسة التقنيات المعتمدية للناحية العسكرية الأولى. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصلي شرقي القطاع استهدف عدة مواقع في قطاع غزة الليلة الماضية كما أدى القصف إلى أضرار مادية في بعض منازل المواطنين القريبة من الأماكن المستهدفة. في المشهد الأمريكي يؤدي جو بايدن اليوم اليمين الدستورية ليصبح رسميا رئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار إعادة الوحدة. حفل التنصيب يجري في ظروف استثنائية أمنية غير مسبوقة وبدون حضور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وسيلة البشي والمزيد. وباء كورونا أيضا سيلقي بظلاله على مراسيم تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام مبنى الكابيتول في واشنطن أين ستغيب حشود الهتافات التقليدية في حفل الافتتاح. وسيشهد الحفل حضور 3 رؤساء: باراك أوباما الذي خدمه بايدن لمدة 8 سنوات كنائب رئيس، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش. مساعدو بايدن أكدوا أن خطاب التنصيب الذي سيدوم نصف ساعة سيوجه من خلاله دعوة للوحدة الوطنية بعد الفترة المضطربة لسلفه الجمهوري.
الرئيس المنتهية ولايته سيكون غائبا، لكن نائبه مايك بينس سيحضر الحفلة متخطيا حفل وداع ترامب في قاعدة عسكرية خارج عاصمة البلاد. رغم أن تقاليد السلطة تفرض على الرئيس المنتهية ولايته وزوجته السيدة الأولى استقبال خليفهما في البيت الأبيض يوم التنصيب صباحا، إلا أن ترامب قرر مغادرة مقر السلطة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وكان جون آدامز توماس جيفرسون ثاني رؤساء أمريكا قد غاب عن حفل تنصيب خليفه توماس جيفرسون عام 1801. جون كوينسي آدامز أيضا غادر البيت الأبيض عشية حفل تنصيب أندرو جاكسون عام 1828. تقاليد التنصيب وإن اختلفت ظروفها من رئيس لآخر إلا أنها لا تخرج عن العرف الأمريكي العريق في تنصيب رؤسائها الذي يعود إلى القرن الثامن عشر تحديدا في عام 1789 عندما تم تنصيب جورج واشنطن. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، ويعتقد أن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا أكثر عدوى من النسخة البريطانية ورصدت من جهتها في 23 دولة لغاية اليوم. وهذا وأدى وباء الكوفيد 19 إلى وفاة أكثر من مليون شخص في العالم لحد الساعة. ونختم النشرة من إحدى التحف الفنية التاريخية والمحفوظة في متحف الفنون الإسلامية والآثار القديمة بالعاصمة. الباب القديم لمسجد كتشاوا والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. حفصة كانية. باب مسجد كتشاوا معلم متميز يعود إلى عهد الحقبة العثمانية، يختزل ذاكرة مرحلة تاريخية قديمة. هذه الباب التي تم جلبها من جامع كتشاوا، هذا الجامع الذي تم بناؤه بأمر من الداي حسن باشا، تم بأمره بناء هذا الجامع خلال سنة 1794. هذه الباب تم جلبها إلى هذا المتحف. تصميم باب مسجد كتشاوا يحمل قصة خاصة بنشأته التاريخية من خلال الرموز الموجودة في معظم الشواهد المادية. تكون هذه البوابة من دفتين، وهي عموما ذات زخارف متناظرة أو سيمترية، بحيث نجد أربع حشوات في الجهة السفلية وحشوتين في الجهة العلوية. في الجهة السفلية نشاهد أن الحشوة الأولى مشابهة بالتقريب للحشوة الثانية، ولكن فيه بعض الاختلافات، مثل بعض الأزهار التي نجد هنا زهرة اللالا مع زهرة القرنفل. هو تراث مادي يجسد بعمق الثقافة الإسلامية، تراث له أهمية كبيرة في الحفاظ على الموروث الحضاري في الجزائر. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بخير.